فضيلة الشيخ يقول السائل: انتشر في أوساط النساء عدة ألبسة وفي النفس منها شيء، ومن ذلك لبس البنطال للمرأة إذا لم يكن ضيقا بل واسعا فضفاضا، فما حكم ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال، لأنه ليس من لباس النساء، وإنما هو من لباس الرجال. وأيضا البنطال فيه فتنة، يبين أحجام جسمها ويبين حدود عورتها أمام الناس، وهي فتنة، فلا يجوز للمرأة تلبس الضافي. المرأة يجب عليها تلبس الضافي الواسع من الثياب، ولا تلبس البناطيل، هذا من لباس الرجال وفيه فتنة. نعم.